وباء كورونا يرخي بثقله على الجمعية العامة للأمم المتحدة، فرغم التحضيرات لدورة مميزة بمناسبة الذكرى 75 لإنشاء الهيئة الدولية، قررت الجمعية العامة أن يرسل زعماء العالم مقاطع فيديو بدلاً من الحضور في سبتمبر، علماً أن اللقاءات الجانبية تشكل أبرز اهتمامات القادة في هذه المناسبة. فهل بات الفيروس أبرز معطلي الدور الأممي؟ معنا من واشنطن الدبلوماسي الأمريكي السابق لينكولن بلومفيلد. سيد بلومفيلد، أهلا بك معنا في غرفة الأخبار. كان من المقرر يعني أن يكون الاجتماع السنوي للجمعية العامة هذا العام احتفالا يستمر أسبوعا بهذه الذكرى 75 لإنشاء هذه الهيئة الدولية، لكن كورونا أوقفت ذلك، وبالتالي هل يمكن للفيديوهات اليوم التي سترسل أن تفي بالواجب باعتقادك؟ شكرا جزيلا لاستضافتي. أعتقد بأن الفيديوهات طبعا مهمة، هي ستحافظ على رسائل كل الزعماء، ربما ستشاهد من شعوب أكثر أو من أشخاص أكثر بما أنها أشرطة. والحقيقة أن أهم شيء بالنسبة لاجتماعات الجمعية العامة هي اللقاءات على الهامش، حيث أن رؤساء الحكومات يمكن أن يقوموا بالعديد من الصفقات والاتفاقات، لأنهم هم دائما هناك ويجتمعون مع بعضهم. طبعا الأمر سيكون مختلفا بهذا الشأن، يعني سنفتقد لهذه اللقاءات الجانبية وهذه القرارات التي كانت تخرج خلف الكواليس بعد هذه الجمعية أو بعد هذا الاجتماع. نعم بكل تأكيد، وإحدى المنافع بالنسبة للناس الذين يعملون في الحكومات هي أنه حينما يكون هناك رئيس ولديه مثلا لقاء مع حكومة أخرى، نقول بأن هذا اللقاء طبعا سيقضي على البيروقراطية ويكون هذا سريعا لعقد الصفقات. إذن كل دولة طبعا تجلب أو يذهب زعيمها إلى نيويورك ويمكن أن يتخذ قرارات بشأن العديد من القضايا. أما الآن فليس لدينا أي اجتماعات هامشية، وربما لن يكون هناك نفس المنفعة لمنفعة العالم، ولن يكون هناك اتفاقات كالعادة. سنكون بانتظار هذه الكلمات سيد بلومفيلد، والتي حددت ب 15 دقيقة لقادة العالم. هل يمكن أن نقول هنا أن هذه الأزمة التي نعيشها، أزمة كورونا، تقف عائقا أمام عمل الأمم المتحدة أو الدور الأممي بشكل عام؟ أود أن أقول شيئا مختلفا جدا. أعتقد بأن فيروس كورونا هو الأزمة التي تتطلب آلية مثل الأمم المتحدة. إذن طبعا البرنامج سيتغير بكل تأكيد بسبب طبعا العدوى في الفيروس في العالم، ولهذا تم إنشاء الأمم المتحدة ليس فقط بسبب الحروب، ولكن حتى يتم التنسيق وتقديم الحماية والأمن شعوب العالم. هناك الكثير من القضايا التي ستناقش، ومنها طبعا الفيروس، وطبعا وقف مثلا الحرب في سوريا وليبيا واليمن، ومحاولة إدخال المساعدات الإنسانية للمحرومين، ومحاولة أيضا مساعدة الدول الفقيرة التي لا تستطيع أن تدفع التكاليف الطبية الباهظة. هناك العديد من القضايا التي ستناقش بشأن كورونا، والأمم المتحدة موجودة من أجل ذلك. سيد بلومفيلد، ألا تعتقد أن هذه الأزمة فضحت بشكل أو بآخر عمل الأممي بشكل واسع؟ إذا ما أردنا أن نتوقف عند كل الدعوات اللي ظهرت خلال الآونة الأخيرة، دعوات بالفعل الوقوف في وجه هذا الوباء ومواجهته، بالمقابل كان في تساؤلات كبيرة عن دور الأمم المتحدة أو دور المجتمع الدولي المتأخر تجاه هذه الأزمة. نعم هذا صحيح. دعونا نتذكر بأن الأمم المتحدة هي فقط آلية تعمل، وكل الأعضاء هم الذين يجعلونها تعمل. بعض الناس يعتقدون أن الأمين العام للأمم المتحدة شخص قوي وأن الأمم المتحدة لديها جيش، هذا ليس صحيحا. الأمر كله يتعلق بالدول الأعضاء. نعم هناك قضايا تتعلق بمنظمة الصحة العالمية وطبعا تحركها البشرية
بطيء مع الصين وتبادل المعلومات مع الصين، ولكن هذا ينبغي أن يناقش. ولكن الأمم المتحدة تقوم بدور مهم جدا للقضايا الإنسانية ومن أجل الصحة العالمية والعديد من القضايا أو الجوانب الحيوية لحياة الدول الأعضاء. إذن الهدف هو حل هذه المشكلات ومناقشة هذه المشكلات وربما التوافق على بعض الحلول حتى يمكن للأمم للولايات المتحدة والدول الأخرى أن تمول أعمال المنظمات الدولية. شكرا جزيلا للدبلوماسي الأمريكي السابق لينكولن بلومفيلد على المشاركة معنا من واشنطن.